أهلا بكم في المراقب من القاهرة الإخبارية، أنا دينا سالم ونتابع في ملفاتنا الليلة. بعد فوز تحالف اليسار بالانتخابات التشريعية المبكرة، ما التوجهات الاقتصادية الجديدة في فرنسا؟ هل يواصل النفط مكاسبه ليتخطى 100 دولار للبرميل قبل نهاية العام؟ ولماذا تتراجع البنوك الاستثمارية العالمية في التوسع بالصين؟ أهلا بكم. لم تختلف حالة فزع الأسواق من الصعود اليميني في الانتخابات الأوروبية في تأثيرها الشديد على الحالة الاقتصادية في أوروبا عن التأثير المضاعف للفوز المفاجئ لليسار الفرنسي. فإلى أين سيتجه الاقتصاد الفرنسي وما أبرز التوجهات والسياسات الاقتصادية التي يتبناها تحالف اليسار الفائز بالانتخابات التشريعية هناك؟ لمزيد من التحليل ينضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس دكتور دانيال ملحم، أستاذ الاقتصاد في جامعتي باريس ومونبلييه. أهلا وسهلا بك دكتور دانيال. وبداية، هل يستطيع اليسار التصدي للتحديات الاقتصادية الكثيرة في فرنسا بعد فوزه الأخير؟ تحية لك سيدتي والمشاهدين الكرام. لا أعتقد هذا سؤال جميل سيدتي أن يطرح هذا السؤال في هذا التوقيت، لأنه ما هي مشاكل الفرنسية الرئيسية؟ المشكلة الرئيسية هي أو الانتظام المالي أو العودة إلى الأرثوذكس بيجيتير أو الانتظام المالي، لأن هناك مشكلة عجز في فرنسا، والاتحاد الأوروبي لا يزال يضغط على فرنسا للوصول إلى هذا التوازن 3%، وفرنسا بعيد عنه كليا، نحن في 5.2% نتيجة العجز بالنسبة للناتج القومي. المشكلة الأخرى هي ضيق العرض بشكل عام في فرنسا، نحن نتكلم ضيق العرض في السلع والخدمات وضيق العرض في سوق العمل. المشكلة الثالثة سيدتي ألا وهي الإنتاجية، وبالتالي لذلك نرى أن النمو في فرنسا منخفض. هذه ثلاثة عناوين مهمة جدا. ما هو برنامج اليسار اليوم؟ برنامج اليسار يعمل هو برنامج كينزي أو الكينزية الاقتصادية، يعمل على دفع القدرة الشرائية بشكل كبير. كيف؟ عن طريق رفع أسعار، رفع الحد الأدنى للأجور سيدتي. هناك إشكالية أولا في هذا البرنامج، إشكالية قانونية أنه يلزمه إمضاء من الرئيس ماكرون وهذا لم يفعله. النقطة الثانية سيدتي أن في هذه الإشكالية أن رفع القدرة الشرائية بهذا الشكل عن طريق رفع الأجور على كافة فرنسا سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى رفع تكاليف وحدة الأجر الفرنسية، يعني خفض في الإنتاجية، وبالتالي في مكان ما إلى ضعف النمو، إضافة إلى ذلك إلى ضعف النمو على المدى المتوسط، إضافة لذلك إلى كيفية أو ما هي العملية لتمويل هذا المشروع الذي يقدر بحوالي 80 مليار يورو، لذلك سوف يؤدي في مكان ما إلى زيادة العجز. وبالتالي البرنامج في عناوينه الرئيسية غير قادر للتطبيق، لأنه سوف يؤدي في مكان ما إلى زيادة إلى ضعف النمو وزيادة العجز، وهذا بالتالي سوف لن يؤدي إلى معالجة المشاكل الثلاثة التي ذكرتم سابقا، وبالتالي سوف يكون برنامج نوعا ما بعيد عن الواقعية المالية والواقعية الاقتصادية الفرنسية. لهذا السبب حذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير من أزمة مالية وانحدار اقتصادي إثر نتائج الانتخابات وتقدم تحالف اليسار؟ نعم، هناك نقطتين سيدتي، هناك نقطتين يجب النظر إليهما. النقطة الأولى ألا وهي
النظريات الاقتصادية تقول، وخاصة بدراسة معهد كريل الألماني عندما درس عملية أغلب الحكومات الشعبوية عندما تأتي إلى السلطة بعد سنتين سوف يؤدي إلى انحدار في النمو وزيادة العجز أو زيادة المديونية، وهذه نتيجة اقتصادية. ولكن اليوم ما هي الواقع الاقتصادية الفرنسية؟ عندما ننظر إلى فرنسا يجب النظر قبلها إلى ألمانيا، عفوا إلى إيطاليا. إيطاليا تسلمت زمام الأمور الحزب الشعبوي سواء كانت يسار أو يمين، وهناك برنامج شعبوي، وهذا هي ما يميز النقطتين. بدأت ميلوني خلال الفترة الأولى بتطبيق هذه المعايير، ولكن اصطدمت بالمعايير الأوروبية التي هي أقوى من المعايير الإيطالية، وشيئا فشيئا بدأت تتجه إلى المعايير الأوروبية وتخلت شيئا فشيئا عن برنامجها. اليوم هناك نوع من التهويل أن البرنامج الاشتراكي، ولكن الهامش المالي هو ضيق لفرنسا، وبالتالي إذا أدخل هذا البرنامج في الهامش المالي الضيق لا يمكن أن يطبق هذا البرنامج. وأنا أعتقد أن الواقعية المالية الفرنسية تفرض أن اليسار سوف يتخلى عن الكثير في حال دخل في تحالف مع السلطة القائمة الحالية، سوف يتخلى عن الكثير من البنود، وهذا في طبيعة الحال سوف يؤدي في مكان ما إلى الاستمرار على النهج الذي كان في السابق مع الإدخال بعض التعديلات، لأنه سوف يحترم المعايير المحاسبية الأوروبية، وهذه هي المشكلة اليوم. القوانين الأوروبية أقوى من القوانين الفرنسية سيدتي. دكتور دانيال، في ظل غياب الغالبية المطلقة بالبرلمان وغياب اليسار عن السلطة لسنوات، كيف تؤثر حالة اليقين السياسي هذه على الأسواق الفرنسية؟ اليوم السوق يسعر سيناريو واحد، ألا وهو أن يكون هناك نوع من التحالف شبيه بالتحالف الألماني، أن يكون جزء من اليسار الوسط مع اليمين الوسط مع حزب الرئيس ماكرون، وبالتالي سوف يدخل هذا في نوع من هذا التحالف لحكم فرنسا خلال الثلاث سنوات المقبلة. ما مشكلة هذا التحالف في ألمانيا؟ عمليا هذا التحالف أدى لفترة طويلة من الزمن خلال السنوات الماضية، هناك الأغلب الوقت كان يصرف على الوصول إلى توافقات على بعض النقاط المعينة، وبالتالي شاهدنا أن ألمانيا كيفية اتخاذ القرار كان فيها نوعا ما ضعيف جدا، وهذا ما أثر على الأداء الاقتصادي، وهذا ما سيفعله في أوروبا. التباعد ما بين اليمين واليسار والوسط من خلال الأهداف الاقتصادية سوف يؤدي إلى نقاشات كبيرة وكثيرة، سوف تأخذ وقتا كبيرا لاتخاذ القرارات، وهذا ما سيؤثر على الوضع الاقتصادي الفرنسي. لذلك أعتقد خلال من الآن إلى 2027 سوف يكون هناك ترنح في النشاط الاقتصادي الفرنسي، ليس بشكل كبير، إنما يكون هناك مثل تراوح مكاني خلال هذه الفترة، إن لم نكن هناك تأثر موضعي خلال الفترة القادمة في النشاط الاقتصادي الفرنسي، وهذا بطبيعة الحال هذا هو شكل التحالف الذي سيكون عليه اليوم. وأنتم في فرنسا يعني كم تقدرون الوقت الذي يمكن خلاله تشكيل هذه الحكومة؟ يعني نتذكر أنه في ألمانيا الأمر استغرق وقتا طويلا لتشكيل مثل هذه التحالفات ما بين الكتل المختلفة فكريا، أيضا في بلجيكا. ما هي التوقعات بشأن هذا المدى الزمني في فرنسا؟ اليوم القانون الفرنسي أو الدستور الفرنسي لا يجبر الرئيس ماكرون بتغيير الحكومة الحالية. اليوم الدستور الفرنسي يجبر الرئيس ماكرون بتغيير الحكومة عندما تأخذ حزب الأكثرية المطلقة، واليوم لم يأخذ أحد الأكثرية المطلقة، وبالتالي الرئيس الفرنسي ليس مجبر بتغيير الحكومة. ولكن اليوم هناك أمور تقنية يجب معالجتها، هناك الألعاب الأولمبية خلال الشهرين المقبلين، هناك نصف نهائي فرنسا، هناك الذهاب إلى واشنطن لاجتماعات الناتو، لذلك الشهرين المقبلين أعتقد سوف تستمر هذه الحكومة لهذه الفترة، وبالتالي إذا قبل شهر سبتمبر أو أكتوبر لن نشهد ولادة حكومة جديدة، وهذه الفترة هي لازمة لفرنسا لكي تعود على أرض الواقع، ولازمة للأحزاب لكي تعود على أرض الواقع والنظر بعين أكثر واقعية للمشاكل الفرنسية، وأعتقد هذا أصبح لزاما، وهذا التكتيك يعمل عليه الرئيس الفرنسي. لذلك أعتقد إذا كان هناك تشكيل حكومة جديدة خلال الفترة المقبلة لا أعتقد قبل سبتمبر أكتوبر المقبلين. لنتحدث بتركيز أكثر على الدين العام والعجز التجاري الكبير في فرنسا، وأيضا قضية المهاجرين. ربما هذه القضايا هي قضايا رئيسية ودائما تثير الجدل. ما رؤى اليسار لحلول تلك الأزمات إذا صح التعبير؟ نعم، اليوم لا ينظر، اليوم سيدتي أي من البرامج التي كانت موجودة سواء كان من اليمين أقصى اليمين إلى أقصى اليسار
لم تتوجه لمعالجة مشاكل فرنسا الرئاسية، ألا وهو العجز، باستثناء حزب الرئيس ماكرون الذي كان خلال 7 سنوات الماضية كان يعمل على إجراء إصلاحات للوصول إلى هذا التوازن المالي أو الانضباط المالي. عادة الانضباط المالي سيدتي يأتي من أحزاب اليمين، أحزاب اليسار تعمل جاهدة على زيادة النفقات الاجتماعية بالمقابل تزيد الضرائب على الطبقات الغنية. هذا هو البرنامج وهذا ما هو تعمل عليه اليوم هذه الأحزاب. ولكن نظرنا إلى واقع فرنسا اليوم أن الشركات الفرنسية تدفع النسب الأعلى من الضرائب، اليوم النسبة القليلة من الفرنسيين الذي بقيت أن تدفع نسبة عالية لأنه عمليا تدمرت نسبة كبيرة من الطبقات الوسطى الفرنسية نتيجة الكثرة الضرائب عليها. فرض ضرائب جديدة ليس بالحل سيدتي، سوف يؤدي إلى تأزيم الوضع أكثر فأكثر. من الناحية الأخرى سيدتي، ولا أي من البرامج استهدف سوق العمل. اليوم عندما نتكلم من نظريات اقتصادية حديثة ومعاصرة، اليوم زيادة القدرة الشرائية لن تزيد عن طريق رفع نسبة الأجور، إنما زيادة الكفاءة في سوق العمل. لم نتكلم أي بالبرامج لم تتجه سيرتي إلى معالجة نظام التعليم الفرنسي، وهذه مشكلة حقيقية. انخفاض اليوم النمو ناتج عن انخفاض الابتكار، وانخفاض الابتكار نتيجة انخفاض المستوى التعليمي في فرنسا، وبالتالي أغلب هذه الأحزاب لم تتجه إلى هذا الموضوع. اليوم حتى في موضوع سيرتي، في موضوع الإيميغراسيون أو الهجرة، أحزاب اليسار تتجه إلى الهجرة كمفهوم اجتماعي أو تنظر إليه كمفهوم اجتماعي، ولكن يجب النظر إليه إلى مفهوم اقتصادي. هناك بعض النقاط التي توجه إليها اليمين كانت نوعا ما محقة، على اعتبار أن الهدر الاجتماعي الكبير يتخطى 17 مليار يورو سنويا، وهذه نسبة كبيرة جدا، وفرنسا تبحث عن 8 مليار يورو سنويا للوصول إلى الانضباط المالي، وبالتالي هناك بعض النقاط يجب التلاعب عليها سيدتي، أو يجب العمل عليها في مكانها. ولكن من ناحية أخرى سيدتي، لا يمكن لفرنسا التخلى عن نسبة الهجرة طالما أن النمو الديموغرافي ينخفض. لذلك هناك الأمور متشعبة أكثر فأكثر، والنظر إليها يكون برأيي أنا تكتيكي أكثر ما هو استراتيجي، أي ما هي حاجة فرنسا للهجرة، وما هي أنواع الهجرة الفرنسية التي تدخل عمليا في الإنتاج لتطوير الإنتاجية والنمو، ولا تكون هجرة عشوائية كما ينظر إليها اليسار. أعتقد هذا التفاضل أو هذا النظرة تكون التكتيكية يمكن أن تصل إلى حل ما، أما النظرة الشمولية أعتقد سوف يؤدي إلى تأزم اجتماعي أكثر فأكثر في فرنسا، وإذا استمر هذا التأزم الاجتماعي أكثر فأكثر في العام 2027 سوف يصل النميم وتتطرف إلى السلطة. دكتور دانيال، ما تتحدث عنه بخصوص قضايا الهجرة وأيضا ربما غياب يعني مفرزات التعليم المناسبة لسوق العمل الحالي، يأخذنا للتوظيف. ما أبرز اتجاهات اليسار فيما يتعلق بزيادة التوظيف وتشغيل المواطنين؟ اليوم لا يوجد، وهذا هو سؤال جيد سيدتي، سؤال جيد الآن، أنه ما هي مفهومه لسوق العمل؟ لا يوجد أجوبة لدى اليمين أو اليسار لسوق العمل. اليوم الوحيد الذي كان يستهدف هي الإصلاحات التي كانت تستهدف سوق العمل، بدأ بها الرئيس فرانسوا هولاند وطبقها الرئيس إيمانويل ماكرون، وبدأ عمليا بمعالجة المشكلة الحقيقية اللي هي الانتاجية في سوق العمل عن طريق إصلاح النظام التقاعد، إصلاح النظام الضمان الاجتماعي، إصلاح النظام الشوماج أو البطالة، وبالتالي أصبح سوق العمل يتسع شيئا فشيئا. أضف إلى ذلك خلال الفترة الماضية الرئيس ماكرون عمل عدة إصلاحات فيما يتعلق في المؤسسات، في المؤسسات التعليمية الفرنسية، مثل خلق نوعا ما مثل باريس ساكلي أو مؤسسة باريس ساكلي، وضع بها أغلب الجامعات ومراكز التكنولوجيا الفرنسية بها، وبالتالي بدأ بإنتاج نوعا ما يد عاملة ماهرة ولكن لم تكن للتكفي. المؤسف سيدتي أنه في برنامج حتى الرئيس ماكرون الحالي عندما توجه إلى الناخبين توجه بطريقة شعبوية، لم يتوجه بطريقة الإصلاحات التي بدأ بها، وهذا هو كان مؤسف. ولكن أعتقد أن هنا عندما تنزل غبار معركة الانتخابات خلال الشهر أو الشهرين المقبلين تعود الواقعية أكثر فأكثر، وسوف نبقى بالإصلاحات. اليوم سيدتي عندما نقول ما هي المبادئ التي يعتمدها اليسار، اليسار سوف يلغي الإصلاحات التي كانت في نظام التقاعد وفي نظام الضمان، في الضمان أو في نظام البطالة، وأعتقد أن هذه مشكلة حقيقية. اليوم نحن نعاني مشكلة
ضعف في النمو الديموغرافي الفرنسي، نحن بحاجة لعاملين أكثر. إذا كنا لا نريد إدخال يد عاملة مهاجرة إلى البلد، سوف تتسع، سوف نؤدي في مكان ما إلى توسع الكتلة العاملة في فرنسا، وتوسع الكتلة العاملة في فرنسا لا يمكن أن نقول أن معدل الخروج على التقاعد هو 60 سنة، إنما سوف يصل إلى 68 و69 و70 سنة. ولذلك هناك البرنامج الاشتراكي اليوم لديه الكثير من التناقضات يجب وضعها على الطاولة وحلها، ووضع خطوط إسرائيلية لفهم ماذا نريد من مستقبل فرنسا، من مشاكل فرنسا، من معالجة المشاكل لفرنسا. وأعتقد اليوم أن الفرصة بدت مناسبة لوضع يمين الوسط مع يسار الوسط مع الوسط نفسه الرئيس ماكرون على الطاولة ومعالجة هذه المشكلات خلال الفترة المقبلة. أما إذا أخذنا برامج أقصى اليمين على أقصى اليسار سيارتي، سواء كانت من فرنسا الأبية أو اليمين المتطرف، أعتقد سوف ندخل في إشكالية كبيرة، إشكالية اقتصادية كبيرة أولها يبقى قانوني وتنتهي عمليا في النمو وزيادة العجز التجاري على المدى الطويل، عفوا وزيادة الدين العام على المدى الطويل. شكرا جزيلا لوجودك معنا ضيفنا من باريس دكتور دانيال ملحم أستاذ الاقتصاد في جامعتي باريس ومونبلييه. نبقى معكم دائما في القاهرة الإخبارية، نواصل المراقبة وبعد الفاصل مع زيادة الطلب هل تتحرك أسعار النفط خلال الفترة المقبلة؟ كونوا معنا. أهلا بكم من جديد. توقعات تشير إلى تجاوز أسعار النفط لمستويات $100 للبرميل مجددا في عام 2024، وذلك بسبب زيادة الطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري. نتابع هذا العرض. نناقش هذا الملف أكثر مع ضيوفنا. ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الدكتور ممدوح سلامة خبير الطاقة، ومن تكساس الأمريكية أنس الحاجي مستشار التحرير في منصة الطاقة المتخصصة. أهلا وسهلا بكما، وأبدأ معك دكتور ممدوح. وفي البداية ومع هذه الارتفاعات في أسعار برميل النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري، كيف تقيم هذه الزيادات؟ الارتفاع في الأسعار حاصل بسبب قوة الطلب العالمي على النفط، ولكن السوق لا يعكس هذه القوة بشكل كبير، بمعنى أن الأسعار تنمو بشكل بطيء. هي وصلت إلى $87 لبرميل خام برنت، ثم عادت إلى الهبوط إلى ما يقرب من 86، ثم ستعود أن تواصل ارتفاعها من جديد. السوق كما قلت لا يعكس قوة الطلب العالمي على النفط وقوة أساسيات سوق النفط العالمي بسبب المعارضة القوية التي يواجهها من ناحية إنزال الولايات المتحدة إلى كميات من النفط التي سحبتها من الاحتياط الاستراتيجي وتنزلها شهرا بعد شهر، إضافة إلى الوثائق الغير صحيحة التي تنشرها وكالة الطاقة الدولية عن ضعف الطلب العالمي على النفط. ولكن
كوني قلت هذا أريد أن أؤكد أن الأسعار في طريقها إلى الارتفاع، وأعتقد أنها ستصل إلى $90 لخام برنت قريبا جدا، وربما تصل إلى $100 قبل نهاية هذا العام. دكتور أنس، لمدة أسبوعين أسعار النفط تواصل الزيادة في الأسواق العالمية، ما المستجدات التي نتحدث عنها؟ وأيضا نريد أن نقيم تأثير الهاريكين أو العواصف مؤخرا في هذا الأمر. بشكل عام كان للعاصفة أو لهوريكين بيرل دور كبير في موضوع ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، إلا أنه كنا محظوظين جدا لأنه ذهب يسارا بدلا أن يتجه شمالا، وبالتالي أثر أكثر في إمدادات الغاز المسال أكثر من النفط. ولكن أيضا هناك عوامل سياسية. نحن في الشركة توقعنا المتوسط أسعار النفط في عام 2024 هو بين 78 إلى 84 دولار للبرميل بالنسبة لعام 2024. الطلب على النفط، مع احترامي لرأي الدكتور ممدوح، الطلب على النفط ما زال أو النمو الطلب على النفط ما زال ضعيفا. عندنا إشكالات لو نظرنا إلى بيانات المخزون في الأسبوعين الأخيرين لوجدنا أن هناك زيادة في المخزون وزيادة كبيرة في المخزون في الصين والهند تحديدا. مستويات المخزون التجاري في الولايات المتحدة ما زالت مرتفعة بشكل كبير. ما زال هناك إشكالات كبيرة في موضوع الهند. لو نظرنا إلى الطلب على النفط في الهند في الست شهور الأولى من عام 2023 مقارنة بالست شهور الأولى من عام 2024 نجد أنه ليس هناك زيادة على الإطلاق. فواضح أن هناك إشكالات في موضوع استهلاك النفط. هناك كان مبالغة كبيرة في إمكانات الهند والنمو الاقتصادي بالهند بسبب الانتخابات. كان هناك مبالغات كبيرة من أتباع مودي في موضوع النمو الاقتصادي، وأصبح واضحا الآن أن هذه كلها كانت مبالغات. أيضا هناك في إشكالية كبيرة في موضوع فهم موضوع الواردات، لأنه كان هناك عدة أخبار من بلومبرغ تحديدا، الأخبار كلها لم تكن صحيحة عندما قالوا أن الصين واردات الصين زادت بشكل كبير وهذا يعكس نمو اقتصادي. الحقيقة أن الهند لم تشتري كميات 14 شحنة من خام سوكول في روسيا، فقامت الصين بشرائها بأسعار مخفضة. هذه مرة واحدة فقط، لا تعكس أي نمو في الواردات أو أي نمو في الطلب. وبعد أسابيع وجدنا هذه الزيادة في المخزون الصيني. يعني لا تعكس نمط. إذا دكتور ممدوح، بالفعل البعض يتحدث عن المخاوف الموجودة من الطلب الصيني في الفترة المقبلة، وأيضا وجود سبلاي أو وجود إنتاج روسي كبير في الأسواق العالمية. كيف تؤثر هذه الأمور على اتجاهات أسعار النفط؟ أولا تحياتي إلى الدكتور أنس. أنا أخالفه الرأي في موضوع طلب الهند والصين على النفط. الصين والهند كونهما أكبر اقتصاد وثالث أكبر اقتصاد في العالم تعملان على دفع الطلب العالمي بشكل كبير. الطلب العالمي، الطلب الصيني على النفط ارتفع بأكثر من 6.9% في النصف الأول من هذا العام عما كان عليه في العام الماضي. إنه يتجه نحو 12 مليون برميل في اليوم. والطلب الهندي طلب مرتفع جدا يكسر الأرقام القياسية التي حققها في العام الماضي. هاتان الدولتان تدفعان الاقتصاد العالمي، إضافة إلى قوة الاقتصاد العالمي، قوة الطلب العالمي على النفط وقوة أساسيات النفط. بالعكس، ليس هناك ضعفا في سوق النفط العالمي أو في الطلب العالمي. الضعف هو في طريقة تفكير
مؤسسة مثل منظمة مثل وكالة الطاقة الدولية التي تسعى دائما مع الولايات المتحدة بالضغط على الأسعار خدمة لاقتصاد الولايات المتحدة. يعني دكتور عذرا للمقاطعة، ولكن عندما تخفض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لمستويات النمو، ترى أن ذلك يحدث لأغراض أخرى، أغراض سياسية؟ بالطبع بالطبع، وكالة الطاقة الدولية تنفذ مصالح الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. الوثائق أو المعلومات الطاقوية التي تنشرها هدفها سياسي هو التأثير على الأسعار، والدليل على ذلك أن منظمة أوبك أوقفت منذ 4 سنوات استخدام هذه المعلومات التي تنشرها وكالة الطاقة الدولية عن الطاقة، ووصفتها بالمعلومات السياسية، والدليل على ذلك أن وكالة الطاقة الدولية تتحدث دائما عن وصول الطلب العالمي إلى قمته قبل عام 2030. هي تعتمد في هذا القول على أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سيؤدي إلى خفض كبير في الطلب العالمي على النفط. هذا كلام كاذب وغير صحيح. طيب، يجب أن أذهب للدكتور أنس لأعرف رأيه في هذه الأمور. هل يعني تتفق مع دكتور ممدوح في أنه ربما بعض التوقعات التي تنشر من قبل هذه المؤسسات يمكن أن يشوبها يعني أغراض أخرى ضمنية؟ عفوا، حتى لا تختلط الأمور هنا علينا أن نفرق بين أمرين مختلفين تماما. نحن في منصة الطاقة وفي الشركة لا ننظر إلى هذه التوقعات على الإطلاق. نحن لدينا القدرة على متابعة كل سفن حاملات النفط في العالم وكل حاملات الغاز المسال بشكل لحظي في الأقمار الصناعية، فنحن لدينا القدرة لمعرفة الصادرات والواردات وتحرك كل هذه الحركات بغض النظر عن أي توقعات أخرى، كما أنه لدينا طرق إلكترونية لمراقبة حركة كل الضخ في الأنابيب في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الأخرى. وبناء على هذه المعلومات المتوفرة لديكم، المعلومات الآنية، ما هي الرؤية الحقيقية من خلال هذه المعلومات بخصوص النفط؟ الرؤية الحقيقية أن بشكل عام، ما دام الدكتور ممدوح عم يتكلم عن توقعات، أوبك تتوقع أن يزيد الطلب على النفط في هذا العام بحدود 2.2 مليون برميل يوميا. وكالة الطاقة الدولية تعتقد أن الكمية نصف ذلك. بالنسبة لنا نعتقد أن الكمية بحدود 1.48، بحدود يعني 1.5 مليون برميل يوميا بناء على هذه المعلومات. وبعبارة أخرى أن النمو محدود وليس بشكل كبير. طبعا مستوى الطلب على النفط سيصل إلى أعلى مستوى له في التاريخ في عام 2024 على كل الحالات، ولكن ليس هناك نمو كافي. من ناحية أخرى، طالما كان محور الحلقة هو موضوع الأسعار ولماذا نتوقع أن الأسعار ستبقى في الحدود التي هي عليه الآن على عدم اعتبار أي عوامل سياسية. أولاً، أن دول أوبك بلس قررت أن تزيد الإنتاج في الربع الرابع من العام الحالي، فهناك زيادة في الإنتاج. الأمر الآخر، أن خلال السنوات الماضية لو نظرنا إلى كل بيانات الصين نجد أن كلما ارتفعت الأسعار قامت الصين باستخدام المخزون الاستراتيجي والمخزون التجاري بدل الاستيراد، وهذا رأيناه عدة مرات. الأمر الآخر أننا نحن على أبواب الانتخابات الأمريكية، والحكومة الأمريكية قررت عدم شراء أي نفط في شهري أغسطس وسبتمبر لملء المخزون الاستراتيجي، وبالتالي باستطاعتها السحب من المخزون الاستراتيجي. فعندي السحب من المخزون الاستراتيجي الأمريكي، عندي السحب من المخزون الصيني، وعندي أوبك ستزيد الإنتاج، لذلك لا يمكن أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار. دكتور ممدوح، أسألك عن التوقعات بخصوص اجتماع أوبك بلس المقبل، سيستمر التخفيض الطوعي برأيك؟ في اجتماع أوبك السابق الأخير
هم وافقوا على الاستمرار في الخفض الحالي حتى سبتمبر من هذا العام. صحيح. أنا أعتقد أوبك كعادتها تنظر بشكل دقيق إلى الوضع في السوق وتقرر ما إذا السوق مستقر أو هناك تخمة في السوق أو اتجاه نحو النقص. من هذه الزاوية تأخذ أوبك قرارها. الظاهر حتى الآن أن أوبك ستستمر في العمل بالخفض الحالي إلى أن ينجلي الموقف في السوق. أنا أعتقد أن سوق النفط قوي، أوبك تقبل الآن إلى حد ما بالأسعار الحالية، ولكن يعني من ما بين 85 إلى 90 دولار للبرميل، ولكن هي تتمنى وتأمل أن قوة الطلب العالمي سيدفع هذه الأسعار إلى ما فوق 90 دولار لخام برنت، وأنا واثق أننا سنصل إلى هذا الرقم قريبا، وسنصل كذلك إلى رقم 100 دولار قبل نهاية هذا العام. أنا أعتمد في ذلك عندما أقول أن هناك دولتان رئيسيتان تدعمان الطلب العالمي على النفط، وهي الصين والهند. الصين تنمو هذا العام بنسبة 5%، وهي أعلى نسبة بين كل الدول الاقتصاديات الرئيسية باستثناء الهند التي تنمو هذا العام بنسبة 7%. هاتان الدولتان وحدهما تشكلان أكثر من 16% من الطلب العالمي على النفط، وهما قوة اقتصادهما تدعم ما أقول. أتوجه بنفس السؤال لك دكتور أنس، ما توقعاتك بشأن اجتماع أوبك بلس المقبل؟ اجتماع أوبك بلس مقرر بشهر ديسمبر القادم، ولكن من هنا حتى ذلك الوقت هناك اجتماع للجنة الوزارية لمراقبة السوق، واللي ما حصل حيات في تغيير الإنتاج أو المطالبة بتغيير مستوى الإنتاج. الإشكالية ليست هنا، الإشكالية أن هناك دول عليها التعويض عن الزيادة في الإنتاج التي قامت بها مسبقا. وجدنا بعض الدول تخفض إنتاجها حاليا، ولكن التخفيض لا يكفي، ما زال هناك زيادة في الإنتاج فوق الفصص الإنتاجية. ويبدو وأؤكد على هذه الكلمة أن بعض هذه الدول تحاول أن تستغل الموقف كما يلي، أنه هي عليها دين الآن يجب أن توفيه، فإذا كان هناك زيادة في الإنتاج في الربع الرابع فهي تنتظر ذلك الوقت بحيث أن السقف الإنتاج يزيد بينما تبقي إنتاجها على حاله، وبالتالي هي بشكل طبيعي تقوم بالتعويض عن التخفيض، فهي لعبة محاسبية في النهاية من قبل هذه الدول إذا قررت أن تقوم بهذا. وواضح على الأقل دولتين ستقومان بذلك، فالمقصود هنا أن هناك زيادة في الإنتاج أيضا يجب حسابها، وهذا ما يؤكد على فكرة أن الأسعار لن ترتفع بشكل كبير. شكرا جزيلا لوجودكما معي الليلة، ضيفنا من تكساس الدكتور أنس الحجي، مستشار التحرير في منصة الطاقة المتخصصة، والشكر موصول أيضا لضيفنا من لندن الدكتور ممدوح سلامة، خبير الطاقة العالمي. مشاهدينا نحن نبقى معكم في القاهرة الإخبارية، وبعد الفاصل مع زيادة التوترات بين واشنطن وبكين، لماذا ترفض بنوك الاستثمار العالمية التوسع في الصين؟ كونوا معنا. أهلا بكم. خفضت المؤسسات المالية الغربية في الصين قوتها العاملة في المجال المصرفي، وذلك بعد تراجع الأرباح في ظل اقتصاد يعاني تباطؤا في بعض القطاعات. نتابع. في ظل التوتر الجيوسياسي المتزايد بين واشنطن وبكين، خفضت المؤسسات المالية الغربية في الصين قوتها العاملة في مجال الخدمات المصرفية بأكبر وتيرة منذ سنوات بعدما أضر تباطؤ السوق بالأرباح.
فاينانشال تايمز أوضحت أن التخفيضات تزامنت مع تحقيق 5 وحدات للأوراق المالية الصينية من 7 خسائر أو تراجعا في الأرباح، والتي تشمل جولدمان ساكس ومورغان ستانلي ويو بي اس وجي بي مورغان وكريدي سويس واتش اس بي سي ودوتشا بانك. ويعتبر بنك مورغان ستانلي الصيني أكثر المؤسسات المالية الذي تعرض لخسائر كبيرة للمرة الأولى منذ 2019، حيث تراجعت أرباح المشروع الصيني المشترك لجي بي مورغان بنحو 55% ليصل لنحو 16 مليون دولار. هذا وقد خفضت المصارف العالمية أكثر من 60,000 وظيفة خلال العام الماضي في تراجع وتيرة عقد الصفقات والطروحات العامة الأولية. لنقاش أكثر ينضم إلينا من بيروت علي محمود رايا، الخبير في الشؤون الصينية ورئيس تحرير موقع الصين بعيون عربية. أهلا وسهلا بك أستاذ علي، ولنتحدث عن أكثر الأسباب التي أدت إلى قيام بعض المؤسسات بالذات المصرفية في تقليل عدد العاملين بها. أهلا بكم. بداية نستطيع القول أن قيام هذه المؤسسات بتقليل عدد العاملين الخاصين بها في القطاع المصرفي داخل الصين مرتبط أساسا بتراجع اقتصادي عالمي أدى إلى تقليل المؤسسات البنكية العالمية لعدد الموظفين بشكل عام. يعني هي مرجع تسريح عام، ولكن هذه المؤسسات كانت تعتمد على أن يكون الوضع بالصين مختلفا وأن تحافظ على مكاسب كبيرة جدا. هذا الموضوع لم يحصل، حصلت بعض الخسائر في بعض الوحدات مما أدى إلى قيام هذه المؤسسات بتخفيض عدد العاملين بها. ولكن من ضمن ما يتم الحديث عنه في هذا الإطار أن تخفيض عدد العاملين، وخاصة أن هؤلاء العاملين الذين تم تخفيضهم مرتبطون ببناء الصفقات وبالحصول على صفقات جديدة، سيؤدي إلى تراجع إضافي بدل أن يكون هناك نمو وحصول على أرباح جديدة وزيادة في الربحية في القطاع المصرفي الأجنبي داخل الصين. طيب، يعني أنت تتحدث في نقطة مهمة، أنه العمالة التي تم تخفيضها هي من القطاعات التي تحاول أن تنمي الأعمال أو business development كما يطلق عليها. لماذا هذه النظرة المتشائمة بالرغم من أنه الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومتوقع لها استمرار النمو خلال العام الحالي كما كنا نتحدث في الفقرة السابقة؟ يعني هناك، إذا كنا نتحدث عن الوضع الداخلي داخل الصين، بعض الضغوطات على الاقتصاد الصيني وخاصة على القوة الشرائية للمواطنين الصينيين ومؤشر استهلاك العائلات الصينية، وهذا مرتبط بطبيعة الحال بالأزمات التي واجهتها الصين خلال الفترة الماضية. نتحدث بدءا من أزمة كورونا وما تلاها من ضغوطات على المصانع الصينية، ومن ثم الأزمة العقارية التي واجهتها الصين والتي تداعياتها ما زالت مستمرة، وخاصة أن الكثير من العائلات الصينية تعتمد على القطاع العقاري الصيني لادخار أموالها. هذا الانخفاض بقيمة العقارات أدى إلى انخفاض قدرة العائلات الصينية على الاستهلاك، ما أدى إلى تراجع في الاستهلاك الداخلي الصيني. أعتقد أن هذه البنوك ترى أن تراجع مؤشر الشراء الداخلي بالإضافة إلى العقوبات الخارجية الأمريكية والضغوطات والرسوم الجمركية التي يتم فرضها على الصادرات الصينية، كذلك موضوع الضغوطات الجيوستراتيجية والأزمات التي تحصل ابتداء من موضوع أوكرانيا وكذلك موضوع الأزمة في الشرق الأوسط وتداعياتها على الاقتصاد الصيني، كل هذه الأمور أدت إلى نظرة متشائمة بالنسبة إلى النمو في هذا الاقتصاد، وعليه قامت هذه البنوك بتخفيض عمالتها. طيب،
نحن نتحدث الآن عن قطاع العقارات والذي شهد طبعا عثرات معروفة للجميع ولكل متابع للشأن الصيني، وبدأنا بالحديث عن القطاع المصرفي. هل من قطاعات أخرى تشعرون أنها تتأثر بنفس القدر بتباطؤ السوق؟ من الطبيعي أن تتأثر الصناعات الداخلية والصناعات الموجهة إلى المواطنين الصينيين بهذا التراجع، وذلك لانخفاض قدرة المواطنين الصينيين على الشراء كما ذكرنا، على أن يتم زيادة الصادرات. والمؤشرات المرتبطة بالصادرات هي مؤشرات إيجابية، ما لم يحدث أي زيادة في الضغوطات الخارجية على الصين فإن موضوع الصادرات ما زال في الناحية الإيجابية، وهذا ما سيؤدي تدريجيا إلى تحسن في الاقتصاد الصيني وعودة الأمور إلى نصابها. برأيك ما الاستراتيجيات التي يمكن أن تتبعها المؤسسات المالية الغربية للتكيف مع هذه التطورات في السوق الصيني؟ يعني تعمل المؤسسات المالية الغربية حاليا على تخفيض عدد موظفيها وعلى إلغاء بعض المشاريع المشتركة، على بيع بعض الوحدات الخاصة بها إلى بنوك محلية صينية، ولكن كل ما نتحدث عنه نتحدث عن جزء صغير جدا من أعمال البنوك الخارجية في الصين. يعني كل ما نتحدث عنه نتحدث عن ما لا يزيد عن 1000 أو 1700 موظف في مجال الخدمات البنكية، مقارنة بعدد أكبر بكثير من الأعمال البنكية الخارجية والأجنبية والأمريكية داخل السوق الصينية. أعتقد أن هذا الموضوع مرتبط بأحداث مؤقتة، وعليه مع عودة الانتعاش ستعود هذه البنوك وستعود الصفقات للزيادة، وسيتم إعادة هؤلاء الموظفين، وبالإضافة إلى توسع الأعمال مجرد عودة الاقتصاد العالمي إلى الانتعاش. شكرا جزيلا لك ضيفنا من بيروت علي محمود رايا، الخبير في الشؤون الصينية ورئيس تحرير موقع الصين بعيون عربية. نبقى في الصين، ومع بدء سريان فرض رسوم الجمارك على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، تتعدد الخطوات التصعيدية التي قد تلجأ إليها الصين للرد على هذا الإجراء. فما هي السيناريوهات المحتملة؟ نناقش هذا الموضوع مع ضيفي من القاهرة المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات. أهلا وسهلا بحضرتك مهندس جمال، و كيف تنظر لهذا التصعيد، وما الخطوات المتوقعة من قبل الصين ردا على فرض هذه الرسوم؟ مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. بداية، تعتبر هذه الحرب هي حرب غاشمة جائرة على الصين. ليه؟ لأن الناس هنا دلوقتي، كل دول العالم بترى أن الصين النهاردة بتحتل، يعتبر المرتبة الأولى على دول العالم في إنتاج السيارات. عندما تنتج الصين في 2020 تنتج قرابة 26.6 مليون سيارة، في 2023 تنتج 27.8 مليون سيارة، فهي المسيطرة على عالم السيارات لأنها معقل الصناعة في العالم الآن، خاصة في السيارات الكهربية والتي تدعمها الدولة بشكل قوي جدا. ثانيا، هنا لا تفكر أمريكا إلا بمصلحتها، ونرى أن شركة أبل، والمقرر أنها كانت تقوم بافتتاح أكبر مصنع لإنتاج السيارات الكهربية بعد صرف مليارات على هذا المصنع، تم الإعلان عن إغلاقه. أيضا عندما نتحدث عن شركة فيسكر الأمريكية والتي أعلنت إفلاسها، يبقى هنا في مشكلة في أمريكا. طب ليه هي بتدخل مع الصين في هذا السجال أو الحرب؟ لأن الصين بتنتج السيارات في ثلاث فئات، فئة بسيطة جدا وفئة متوسطة وفئة هي فئة السادة المرفهين أصحاب الكرافتات الشيك. فهنا بنتكلم على أن الصين بتسيطر على العالم، وعندما ترى هذه الحرب الضروس من الاتحاد الأوروبي بزيادة الضرائب بمقدار 38% والجمارك على البطاريات الكهربية الخاصة بالليثيوم آيون والتي تصل إلى 25% زيادة إضافية، والولايات المتحدة تضغط بضرائب تقدر بالمئة، هنا دي حرب كبيرة جدا على الصين. وهنا اتجهت الصين إلى دول أخرى
زي تايلاند والبرازيل والهند لتصدير السيارات بأعداد كبيرة جدا لهذه الدول، وحتى الآن الصين هي المسيطرة، وسوف ترد الصين الصاع بصاع أو بصاعين مختلفين. ليه؟ لأن كل منتجات الصين النهاردة بتغزو أمريكا وتغزو الاتحاد الأوروبي في مختلف الصناعات. هذه هي النقطة مهندس جمال، أنه ما البدائل أمام الدول الأوروبية؟ يعني كل شيء يصنع في الصين، ونعلم أنها يعني أحدثت طفرة كبيرة في مجال السيارات الكهربائية. هنا الصين، وقد قمت بزيارة الصين 22 مرة سابقا ورأيت الصين تطور رهيب، والصين الآن أخذت بزمام اليابان ومنطق تويوتا بالكايزن كونسبت، تحافظ على عاملين مهمين ألا وهما الجودة والسلامة. ليه؟ لأن الجودة في أي منتج بتنتجه الصين، والسلامة هي الحفاظ على قائد المركبة أو الناس اللي بتركب المركبات الصينية. فالصين بتعمل بقوة على هذا المنحة من الجودة والسلامة، بخلاف كل المنتجات التي تنتجها الصين تصدرها إلى أمريكا والاتحاد الأوروبي. هنا سوف تقوم الصين، لا يعني ربما يختلف البعض في مسألة سلامة السيارات الصينية مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة أو أوروبا أو حتى كوريا الجنوبية، لكنني أتحدث هنا عن البدائل أمام المستورد الأوروبي. المستورد الأوروبي ليس أمامه بديل إلا وإن كانت فرصة مصر الآن قائمة بيه، لأن إحنا النهاردة عندنا اتفاقية شراكة مصرية أوروبية، الجمارك زيرو جمارك. فلو مصر قامت النهاردة بعمل مصنع بشراكة مع الصين وعمل خطوط إنتاج للسيارات والبطاريات وكل ما يخص السيارات، كي يكون المنشأ هو المنشأ منشأ مصري، سوف تقوم مصر بغزو هذه الدول بشكل كبير جدا. ولكن هذا تفكير مستقبلي، أنا أتحدث عن الوضع الحالي. ما البديل الموجود حالا؟ الوضع الحالي صعب شوية. ليه؟ لأن تويوتا النهاردة على سبيل المثال أو كوريا أو كل الدول التي تقوم بإنتاج السيارات ما بتنتجش قوي في الشريحة البسيطة اللي بتنتجها الصين. الصين الميزة عندها انخفاض أسعار العمالة، انخفاض أسعار الروماتيريال المواد الخام، والعمل بجد بشكل يعني يذهل الآخرين، فده مش موجود. الميزات دي مش موجودة في اليابان، مش موجودة في كوريا، مش موجودة في كذا دولة من الدول التي تقوم بإنتاج السيارات. وهنا الصين نفسها بتتحرك ناحية تايلاند والبرازيل والهند وخلافه من الدول البسيطة دي عشان تفتح أسواق كبيرة تشتغل عليها. فهنا الخسارة هتبقى في الاتحاد الأوروبي والخسارة هتبقى في أمريكا. بس على النقيض نجد أن وزراء من فرنسا ومن ألمانيا قاموا بزيارة الصين بوفود كبيرة جدا، بوزراء رفيع المستوى إلى ألمانيا وفرنسا وكثير من الدول، وقامت الدول الأوروبية باستدعاء وزير الخارجية لزيارة هذه الدول، وجلسوا كثيرا وتحدثوا عن هذه النقطة. ليه؟ لأن أمريكا هي اللي بتسوق هذا الجانب بشكل كبير جدا، لكن الدول دي هتتأثر. ونجد على سبيل المثال مثلا في ألمانيا وفرنسا في هذا العام بداية من 2024 تأثرت نسب المبيعات في هذه السيارات الكهربية في ألمانيا بنسبة 50% وفي فرنسا انخفاض بنسبة 30% في الربع الأول من هذه السنة. لذلك بنجد أن ألمانيا وفرنسا وأمريكا بتنتج أغلب السيارات الغاية في الرفاهية والمرتفعة السعر. الصين لا، الصين بتشتغل على أسعار بسيطة جدا ومتوسطة، ومن هنا بيبقى الطلب عليها قوي جدا. النقطة اللي حضرتك قلتي عليها أن بيختلف الكثيرون في جودة المنتج بين الصين وأمريكا وألمانيا، لا، تعالي حضرتك نقارن. If you need to compare, compare Apple to Apple. هنشتغل على موديلات معينة في الصناعة الصينية ونظيراتها في أمريكا وألمانيا وخلافه، تجدي أن معدلات الجودة عالية جدا جدا جدا، والصين بتشتغل على هذه المعدلات بشكل كويس قوي. فالصين هي المسيطرة وستظل مسيطرة لفترة كبيرة جدا، وده اللي بتشوفيه
الشركات اللي قفلت في أمريكا وأحدثت إفلاسات كبيرة في أمريكا، فدي مشكلة كبيرة. ونجد الآن البي واي دي هي الشركة الأولى عالميا وتجاوزت مبيعاتها شركة تسلا الأمريكية الشركة ذات الاسم الأكبر في لكن النقطة التي أريد أن أركز عليها هي أنه المبيعات الكثيرة لا تعني أن السلامة هي في أقصى درجاتها إذا صح التعبير. وطبعا أنا لست مهندسة سيارات حتى يعني أعرف التفاصيل أكثر، لكن هذا ما يقال في دوائر المهندسين المختصين بهذه الصناعة المهمة. سريعا لأن الوقت ينتهي. أيوة، أنا بس عايز أقول إيه، لو حضرتك نزلتي إلى دول الخليج على أبسط مثل هتجدي أن في دول الخليج كل السيارات موجودة عليها ليبل صغير كده مكتوب عليه صنعت هذه السيارات طبقا للمواصفات الخليجية، والمواصفات الخليجية لا تعتني إلا بأهمية قائد المركبة. فهنا نركز على عامل الجودة بشكل كبير جدا، وإذا كان هناك مشاكل في الجودة فلن يتم استيراد السيارات من الصين خاصة في دول الخليج. ونجد على العكس شركة تويوتا وهوندا ومازدا حصلت عندهم مشكلة كبيرة جدا في تزوير الاختبارات الكراش تيست، الاختبارات الخاصة بالاصطدام في اليابان منذ 3 أشهر، وقامت الحكومة اليابانية بعمل محاكمة لهذه الشركات الكبيرة على مستوى اليابان المختصة تماما بالجودة. فهنا لا، الصين بتشتغل كويس جدا يا أستاذة دينا. شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى إضاءة هذه النقاط، المهندس جمال عسكر خبير صناعة السيارات. هكذا نصل معكم لنهاية حلقتنا الليلة في المراقب، دائما من القاهرة الإخبارية لكم كل التحية.